بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، انعقاد قمة الناتو في ظل انقسام بشأن كيفية ردع روسيا في الواشنطن بوست. المخاوف من العودة للاتفاق النووي تدفع أعداء إيران إلى رص الصفوف في الفاينانشال تايمز. إسرائيل أمام السيناريو المرعب، بئر السبع تلهم أخواتها في الأخبار اللبنانية. في الحدث هذا اليوم، اصطفافات تتبلور من الحرب في أوكرانيا إلى لقاء شرم الشيخ، أين يقف الأردن؟ في جديد اليوم، منظمة حقوقية تحذر من المستقبل الذي ينتظر أطفال داعش في مخيم الهول في سوريا. وفي الميادين نت، يسأل عماد الحطبة: هل ينهار الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية؟ وضيف اليوم رائد العزام. إذن البداية من الحدث الأبرز الذي يتابعه العالم في بروكسل مع انعقاد قمة الناتو بشأن أوكرانيا. قمة وفق الواشنطن بوست تعقد في ظل انقسامات داخل حلف شمال الأطلسي وفي واشنطن بشأن كيفية ردع روسيا عن المزيد من التصعيد. تقول الصحيفة إن المسؤولين على جانبي النقاش اتفقوا على أن الرد السيء يمكن أن يجر الناتو وروسيا إلى صراع مباشر، مع ما يعنيه ذلك من عواقب وخيمة على العالم. لكن منتقدي الولايات المتحدة يرون أنه من خلال وضوحها الشديد بشأن ما لن تفعله لأوكرانيا، من المحتمل أن تشجع الرئيس الروسي على التصرف بطريقة أكثر عدوانية. تنقل الصحيفة عن مسؤولين كبيرين في الناتو أن صوت بريطانيا على وجه الخصوص إلى جانب دول أوروبا الشرقية، لكن دول أوروبا الغربية الأخرى تشارك واشنطن بعض المخاوف. وقال أحد الدبلوماسيين: إنهم يقولون أننا يجب أن نتوقف عن القول صراحة ومقدما ما لن يفعله الناتو. إذن نتابع أيضا في نفس الإطار جو بايدن أمير حرب المعسكر الغربي رغما عنه. هكذا تصف صحيفة لوفيغارو الفرنسية الرئيس الأمريكي الذي وفق ما تقول نجح حتى الآن في تنسيق الردود الاقتصادية والعسكرية للحلفاء على الغزو مع تجنب التصعيد مع روسيا. تقول الصحيفة إن بايدن يصل إلى بروكسل لطمأنة حلفائه وجمعهم معا في خضم أزمة لم تعرف أوروبا مثيلا لها منذ عام 1945. في القمم التي سيشارك فيها، تستعيد الولايات المتحدة دورها كحليف أساسي ودعامة للاتحاد الغربي والضامن النهائي للأمن الأوروبي. تتابع لوفيغارو أن بايدن تمكن من تحقيق التوازن الدقيق بين الحزم والحذر، لكن هذا التوازن غير مستقر. للحروب ديناميتها الخاصة، ويمكن أن تضعف وحدة الحلفاء بسرعة بسبب الأحداث غير المتوقعة أو التصعيد الروسي أو درجة المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا. يواجه جو بايدن أزمة حيث يمكن أن يكون كل قرار فيها كارثيا، وما من خيار سهل. نرحب بك أستاذ رائد العزام، حضرتك كاتب وباحث في الشؤون السياسية معنا من عمان. حلف الناتو ليس طرفا في الحرب ولن يفرض منطقة حظر للطيران، وعضوية أوكرانيا غير مطروحة. أمام هذا الواقع اليوم، ما هي خيارات الناتو في القمة التي تعقد في بروكسل؟ ما الذي يمكن أن يتمخض عنها؟ بداية تحياتي لكم وللمشاهدين والمستمعين ولك أستاذ أحمد. يعني منطقة العزل أو منطقة حظر الطيران يعني أصبحت أعتقد إن حدثت هي عمليا إعلان حرب، وهذا طبعا ما أشارت إليه روسيا في أكثر من موقف وفي أكثر من مرة. وأما مسألة عضوية أوكرانيا فأيضا يعني أصبحت أيضا بمثابة إعلان حرب، وهي الآن أصلا غير مطروحة، لأنه أصلا هي كانت أحد أسباب هذه الحرب وأحد أسباب دخول روسيا إلى أوكرانيا. لأنه عمليا دخول أوكرانيا عضو في الناتو هذا يعني تكبيل وتقييد روسيا، وبالتالي يعني إذا افترضنا لو دعمت أوكرانيا
على سبيل المثال مجموعات نازية أو مجموعات إرهابية على الحدود مع روسيا، فهذا يعني أن روسيا ستقف عاجزة أمام ذلك حينها، لأن أوكرانيا ستكون جزء من الناتو، وبالتالي يعني تدخل روسيا حينها سيعد حرب، أو على الأقل يعني يمهد لحرب عالمية. لذلك اتخذت روسيا هذا الموقف، وبالتالي خيارات هذه الاجتماعات يعني بتصوري لا تخرج عن اتجاهين. الاتجاه الأول هي مزيد من العقوبات الاقتصادية في محاولة للتأثير على القرار الروسي، واثنين محاولة، ولكن كل العقوبات حتى الآن يعني ارتدت على هذه الدول التي فرضتها، ليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد الدول التي فرضتها أيضا تعاني، لأنه في الحقيقة يعني هنالك قضية هامة جدا. العلاقات الاقتصادية الروسية الأوروبية هي علاقات متشابكة ومعقدة، وبالتالي يصعب معها استخدام نموذج العقوبات الذي فرض على إيران مثلا، لأن الموقف يختلف. أولا العلاقات الاقتصادية كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز وهذا التداخل الأوروبي يعني القارة فيما بينهم. أيضا نحن نتحدث عن روسيا، روسيا دولة قوية بالنهاية، وروسيا بنت اقتصادها خلال 20 عام الماضي، ومهدت أعتقد لمثل هذه اللحظات أو مثل هذه المواقف. طيب سيد رائد، هل هناك خيارات أخرى بالإضافة طبعا إلى العقوبات، أم أن الناتو استنفذ كل خياراته حتى الآن؟ لا أعتقد هنالك بعض الخيارات ما زالت مطروحة، ولكنها لا أظن أنها تخرج عن دائرة التدريب، مزيد من التدريب، تزويد أوكرانيا بالأسلحة. ولكن هنا يعني بدنا ننتبه لنقطة، يعني أيضا الناتو واعي مسألة وخطورة تزويد الأسلحة، وبالتالي الدول الأوروبية هي تزود أنواع من الأسلحة، ولكن ليست أسلحة فتاكة، لأن الموضوع يعني على سبيل المثال لا أظن أنها ستزود أوكرانيا مثلا بأسلحة مثلا مضادة للطيران، يعني هذا أعتقد خط طيب. أحمر بالنسبة. الأمر أصبح واضحا سيد رائد، لو سمحت لي هناك نقطة مهمة أشارت إليها الصحيفة، حيث تم أو نقلت عن مسؤولين كبيرين في الناتو أن بريطانيا إلى جانب دول أوروبا الشرقية. برأيك هل الصراع الدائر اليوم في أوكرانيا بدأ يكشف حجم الشرخ بين الدول الغربية تجاه ما يجري؟ صحيح، يعني بعد شهر من العملية العسكرية، نعم يعني هنالك مجموعة عناوين، مجموعة دروس كشفتها هذه الأزمة، يعني لعل أهمها حقيقة استهداف أمريكا لأوكرانيا، لروسيا. يعني واضح تماما أن هنالك مخطط للتدريب والتسليح كان قائما، وبالتالي مخطط للأسلحة البيولوجية والأسلحة الجرثومية كما يعني الآن يعلن عنه، وأعتقد أنه يعني هنالك مزيد من التفاصيل. يعني أيضا تفضل باختصار لو سمحت، لو تنهي الفكرة. نعم، يعني أيضا كشفت عن مدى عنصرية الغرب اتجاه هذه، يعني اتجاه الآخرين. نعم. وبالتالي تعامل الغرب مع روسيا وكأنه ليست دولة أوروبية. وأيضا هذه العنصرية تجلت في أمرين. يعني لاحظ، الأمر الأول على سبيل المثال موضوع اللاجئين، لم نشاهد ولم نرى بأعيننا خيم اللاجئين على سبيل المثال في الغابات أو في الثلوج أو في المطر أو حدود مقفلة، بينما أيضا الاتجاه الثاني فيما يتعلق بكشف كذبة حرية الإعلام، وكلنا شاهدنا ونرى صحيح. ونسمع واضح. طيب. كيف حصرت الإعلام. سيد رائد، على كل حال الآن نتابع هذه الجولة وننتقل إلى موضوع آخر، حيث لا يزال يحظى باهتمام الصحف، وهو القمة المصرية الإسرائيلية الإماراتية التي عقدت في شرم الشيخ. تصفي الصحيفة فاينانشال تايمز وتحت عنوان أعداء إيران يرصون صفوفهم، قالت أن جهود إحياء الاتفاق النووي في خطر الوصول إلى طريق آخر مسدود، مشيرة إلى أن احتمالية
قضية رفع إدارة جو بايدن تصنيف حرس الثورة من لائحة الإرهاب قد أحدثت صعيقة في الشرق الأوسط. تقول الصحيفة البريطانية أن قمة شرم الشيخ الثلاثية تملك مقومات جبهة مشتركة ضد إيران، حيث يرى المشاركون في القمة أن إيران التي تخضع لأشد العقوبات على الإطلاق قد وسعت على نحو كبير من نفوذها الإقليمي، وأن سياسة واشنطن تجاه إيران جاءت بنتائج عكسية على منطقة الخليج التي اعتقدت بسذاجة أن الولايات المتحدة ستحميها من الانتقام الإيراني. يشير الصحيفة إلى الهجوم الإيراني الأحدث في أربيل ضد ما تقول طهران أنه هدف إسرائيلي، وإلى الضربة اليمنية ضد منشآت أرامكو السعودية، لتخلص إلى أن الصوت الذي يمكن سماعه حاليا هو صوت تراص الصفوف. إذن هذه القمة التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ بين الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، برأيك إلى أي مدى يمكن من خلال هذه القمة لإسرائيل أن تشكل جبهة مشتركة ضد إيران بعد كل الخيارات التي لجأت إليها لمحاولة التشويش على الاتفاق النووي؟ يعني بتصور هذا الاجتماع كما وصفه الإعلام الصهيوني بالحدث غير المسبوق. يعني رغم انه على يعني للعلم ليس الاول، يعني هو حدث بشكل فردي، او خلينا نقول يعني حدث مثلا قبل نصف عام مع الرئيس المصري في شرم الشيخ، حصل قبل شهور اعتقد 3 شهور ايضا في الامارات. ولكن الجديد في الامر انه يعني اجتماعا يعني كمجموعه او اجتماع جميع الأطراف. الآن الإعلام الصهيوني أشار فعلاً إلى أن هذا الاجتماع موجه يعني نحو إيران أو موجه ضد إيران. لكن إذا 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 ذهبنا إلى الإعلام الآخر، يعني الإعلام المصري تطرق إلى هذا إلى 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 هذا الأمر، وأشار أنه جاء لمناقشة يعني لم يطرح موضوع إيران، وأنه جاء لمناقشة الطاقة، وجاء لمناقشة الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية. أنا أميل شخصيا إلى ما طرحه الإعلام المصري، وذلك يعني في لمجموعة أسباب. أولا القاهرة ليست طرفا في مواجهة إيران، يعني القاهرة غير منخرطة في الصراع مع إيران قبل يعني حتى قبل هذه المفاوضات المفاعل النووي. ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك يعني ما يجمع هذه الدول الثلاث، حيث هناك يعني وجهة نظر ضد النهج الأمريكي السائد حاليا تجاه المنطقة، وهذه الدول الثلاث هي معروفة أنها حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، لذلك هذا يعني هذا من المفترض أن ينقلنا إلى الهدف الحقيقي. أعتقد إنه حراك إسرائيل يعني هو يعني بأوامر أمريكية أو بالوكالة عن أمريكا، وأعتقد أن هدفه الأساسي هو الطاقة وليس إيران حاليا. يعني من غير المعقول أن تدخل الإمارات وهي يعني نستطيع القول بأنها من حمائم الخليج يعني في الموقف من إيران، وبالتالي أيضا يعني تربطها علاقات واستثمارات وعلاقات اقتصادية كبيرة، وأيضا طيب. مثل ما ذكرنا مصر غير منخرطة. لذلك أعتقد بأن موضوع الطاقة هو الأهم في هذه المرحلة. نعم. إذا ما ربطنا الأمر بالأحداث العالمية وربطنا الأمر بأوكرانيا. نعم. ومحاولة الغرب وأمريكا للبحث والضغط أكثر على روسيا. طيب. في موضوع ننتقل الآن سيد رائد إلى يد عود أحرونوت والاختبار الكبير لبنت، ليس في الساحات الإقليمية والدولية بل في الداخل. إذن هي خلاصة مقالة في يد عود أحرونوت في ضوء العملية الفدائية في بئر السبع، تقول إنما خطط لأن يكون لحظة الذروة التي أعد خلطتها لمدة طويلة، خيرة كبار مستشاري بنت والرئيس المصري ابتلع خلال 8 دقائق في هوية من اليأس. وفي طريق عودته من شرم الشيخ إلى إسرائيل كمنتصر، تلقى بنت الخبر السيء
في سيارته المصفحة المعزولة عن الضجيج الخارجي، شعر للمرة الأولى بقوة الصدمة التي استدعاها لقائه بأرض الواقع الشرق أوسطي. 60 دقيقة فقط فصلت بين يوم من شعور الرضا تحت الشمس اللطيفة على شواطئ شرم الشيخ، واليوم التالي من الكآبة الوطنية وجنازات في صقيع جليدي في مقابر إسرائيلية. الرياح المصرية اللطيفة التي داعبت على ما إسرائيل حلت مكانها عاصفة رعب صدمت مواطني إسرائيل. بنت تعلم بالطريقة الصعبة أن المشاكل الملحة موجودة عنده في البيت، ومادام لم يحلها في العمق فسترفع رأسها في المكان والزمان المناسبين لها. عن الموضوع نفسه نقرأ في صحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان إسرائيل أمام السيناريو المرعب، بئر السبع تلهم أخواتها. لا تبدو عملية بئر السبع مناظرة لغيرها من العمليات، وتحديدا على مستوى النتائج التي جاءت قاسية على العدو حكومة ومؤسسات ورأيا عاما. ولعل أكثر ما يثير قلق سلطات الاحتلال هو أن العملية ليست حدثا يتيما، وإنما حلقة في سلسلة متواصلة وانعكاس لإرادة الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال بالإمكانات المتوافرة برغم كل الظروف الصعبة المحيطة بهم. لذا تخشى القيادة الإسرائيلية أن يمثل الهجوم فتيلا لانفجار أوسع أو في الحد الأدنى عامل تحفيز على محاكاته في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية، من أجل أن يتكامل ذلك مع ضربات المقاومة انطلاقا من غزة. ويتجلى أحد أوجه تمايز هذه العملية وخطورتها في أنها بحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية إحدى أقصى الهجمات التي عرفتها إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة إن لم تكن أقصاها، فضلا عن أن تنفيذها جرى في عمق الكيان وانطلاقا من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث يعد منفذها وفق قوانين الاحتلال مواطنا إسرائيليا، وهو ما يمثل دليلا إضافيا وحيا على فشل سياسة التجزئة التي حاول العدو فرضها على الفلسطينيين. سيد رائد، هل بدأنا نشهد ترجمة لكل التحذيرات في الآونة الأخيرة لتصعيد ما في هذه الفترة داخل الأراضي المحتلة، وهذه العملية في بئر، العملية الفدائية في بئر السبع، كيف تقرأ توقيتها وتفاصيلها؟ هل الانفجار الأوسع آت برأيك؟ دائما يعني الجزء الفلسطيني المغتصب في 48 يشكل أزمة حقيقية للكيان الصهيوني. يعني ليست هذه المرة التي تطرح مثل هذه التخوفات أو التي يطرحها الكيان. نعم العملية جاءت في أرض فلسطين 48، ونعم يعني منفذ العملية هو من قرى النقب، من صحراء النقب، وبالتالي هي العملية ليست جديدة. يعني عمليات الطعن والدهس منذ فترة موجودة داخل فلسطين كأحد أشكال المقاومة في ظل المتاح. طبعا هلا حتى ما ندخلش في نقاش، يعني في ضمن المتاح نعم، يعني هي يعني هذا موجود، لكن الجديد في هذا الأمر هو كما ذكرت أنها تأتي في سياق، أولا في الأرض، أرض تعتبرها أو يعتبرها الكيان الصهيوني بأنها أرضه يعني الآمنة أو هي مدن، يعني المدن المؤمنة يعني أمنيا، ولكن يعني أمام، يعني الحقيقة تقول أنه أمام هذا النوع من العمليات تقف أيا كانت الأنظمة الأمنية قوية، تقف عاجزة أمامها، يعني أمام هذه العمليات، لأنه يعني بالنهاية حتى عندما تكتشف هذه العملية أثناء التنفيذ فهي لا تحتاج إلا بضع أحيانا ثواني ويكون انتهى الأمر. لذلك من الطبيعي يعني الكيان الصهيوني كقوة، يعني خلنا نحكي كنظام أمني، نعم سيبقى عاجزا عنها، وبالتالي هم يعني بده يتجه نحو اتجاهات أخرى وتخوفات أخرى اللي ذكرتها، ويعود إلى فكرة الدراسات. طيب أمام هذا الواقع اليوم داخل الأراضي المحتلة، كيف ستتم معالجة هذا الوضع إسرائيليا؟ هل سيلجأ الاحتلال إلى تصعيد أكثر وبالتالي إجراءات أمنية جديدة وتشريع قوانين عنصرية أخرى؟
لا أظن أنه يعني بعد يعني أكثر من هذه العنصرية لا أعتقد أنه موجود، ولكن أعتقد أنه مزيل من التضييق، مزيل من الاعتقالات، يعني مزيد من القتل اليومي، مزيد من الانتهاكات، نعم يعني مزيد من أعداد الأسرى، وبالتالي يعني عدم الإفراج عنهم، لأنه منفذ العملية هو أحد المفرج عنهم، ويعني الذي كان أسيرا في سجون الاحتلال. يعني ربما من الإجراءات الجديدة أنه في مثل هذه الحالة عدم الإفراج عنهم يعني حتى بعد انقضاء الأعوام، وبالتالي يعني التحفظ عليهم. لكن بالنهاية يعني لا أعتقد أن هنالك حلا سحريا إذا ما يعني أو حلا سحريا أمام إرادة الفلسطيني عندما يقاوم هذا الكيان، يعني لا حل. نعم. لا أظن هنالك حلا سحريا. نختم جولتنا سيد رائد مع الواشنطن بوست ورحيل مادلين أولبرايت أول وزيرة خارجية أمريكية، عنوان تشاركته الصحف العالمية، فيقول ديفيد إغناشيوس إن أولبرايت أسست لجيل من القادة في السياسة الخارجية، وكانت من المدافعين المتحمسين لدور أمريكا في الخارج، وهو موقف جرى اختباره بشدة خلال إدارة كلينتون. كسفيرة في الأمم المتحدة ضغطت من أجل التدخل العسكري الأمريكي في حرب البلقان في عام 1995. وفق الكاتب كانت مواقفها متجذرة في القيم الأمريكية أكثر منها في المصالح، لكنها عندما كانت تتحدث عن السياسة الخارجية لم تعترف بأي تمييز بين الاثنتين. إذن أولبرايت التي كانت أول امرأة تتولى منصب وزيرة خارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت وجها للسياسة الخارجية الأمريكية بين حقبة نهاية الحرب الباردة وما سمي بالحرب على الإرهاب، نهجها هل ما زال مستمرا اليوم فيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية برأيك؟ يعني لا اعتقد ان هنالك يعني تغيير في النهج الامريكي، يعني وزيره الخارجيه التي ذكرت هي وزيره الحصارات، وزيره الحروب، يعني كلنا نذكر الحصارات على العراق، نذكر البلقان، فيعني اعتقد انه الدبلوماسيه الامريكيه الخارجيه هي في ذات السياق، يعني مع تغيرات طفيفه احيانا يعني ما بين المحافظين، لكن بالنهايه هي سياسات واحده. والدليل على ذلك انه لاحظ يعني استكمالا للحصارات اللي كانت يعني في التسعينات في زمنها ما زالت موجوده، والان تطرح على على ايران، ما زالت تطرح على سوريا، تطرح على روسيا، يعني اعتقد النهج واحد بهذا الشان. سيد رائد، ارجو ان تبقى معنا لان ننتقل الى فقره الحدث هذا اليوم، حيث نسال اين تجد المملكه الاردنيه موقعها السياسي في ظل الاصطفافات التي تتبلور من الحرب في اوكرانيا. الى لقاء شرم الشيخ. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم نبقى مع جولة على بعض عناوين الصحف الأردنية مع الزميلة مريم عثمان. مريم مرحبا، تفضل. شكرا لك أحمد، أهلا بك وبالضيف الكريم. نبدأ جولتنا على الصحف الأردنية من صحيفة الدستور ونقرأ فيها: الملك يلتقي رؤساء دول مشاركين بمبادرة اجتماع العقبة، التفكير بآليات لاقتراع الجاليات والمغتربين، الخصاونة، شكر لكل من ساهم بإنجاح الانتخابات، القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية. إلى صحيفة الرأي وفيها 429 عقارا بيعت لمستثمرين غير أردنيين خلال شهرين، جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة اليوم، والحكومة تطرح عطاء شراء 120 ألف طن من الشعير. في صحيفة الغد نقرأ في الصفحة الأولى ردا على المفتي في مقالة حول الحرب الدينية في القدس: لم نتقدم خطوة للأمام في خلاصة لنتائج الانتخابات المحلية، المياه الجوفية، الأردن يستهلك ضعف الحد الآمن عالميا. ومن المقالات نقرأ من الدستور مما كتبه حمادة فراعنة تحت عنوان تدفيع الثمن: محمد أبو القيعان ظاهرة فردية مندفعة بلا حسابات الربح والخسارة، حوافزه الانتقام وإظهار الرفض للاحتلال ولكامل مشروعه الاستعماري ونقل وجع شعبه إلى الطرف الآخر، لعله يدرك أثار الجرائم وآثامها التي يقترفها
ضد الفلسطينيين. اليمين الإسرائيلي المتطرف، أحزابه، رموزه، نوابه، حكومته تعمل على خلفية أطماعهم التوسعية، يعملون على توحيد الشعب الفلسطيني بين مناطق 48 ومناطق 67 من دون أن يقصدوا. وما فعله أبو القيعان ابن النقب لهو دلالة صارخة على وحدة الفلسطينيين في مواجهة طرف واحد يحتل أرضهم، يصادر حقوقهم وينتهك كرامتهم، ولذلك ستدفع المستعمرة ثمن مشروعها غير الشرعي وإجراءاتها القمعية وسلوكها العنصري. هذا كان مقالا عن الدستور الأردنية، وهذا أبرز ما عنونته بعض الصحف الأردنية أيضا. أحمد، والعودة إليك. أشكرك يا زميلة مريم عثمان. الآن نعود إلى ضيفنا من عمان السيد رائد العزام. سيد رائد، بالعودة إلى موضوعنا في الحدث هذا اليوم، قمة شرم الشيخ رأى محللون كثر أنها موجهة إلى الجانب الأمريكي بسبب السياسة والنهج المتبع في هذه المرحلة، وطبعا في الإعلام الإسرائيلي تحدثوا عن أن الهدف هو محاصرة إيران. هذه الأطراف الثلاثة، إسرائيل، مصر، الإمارات، هي طبعا من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أين هو الأردن من هذه الاصطفافات الآن؟ والأردن أيضا شريك، يعني الأردن من حيث شراكته وعلاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الأصل موجود هنا، ولكن الأردن ليس له علاقة بالورقة الاقتصادية الأهم المطروحة وهي النفط، والضغوط ودور هذه الورقة في الضغوط الاقتصادية إذا بدنا نربط الأمور في الأحداث العالمية الحالية. وأعتقد أن الضغوط التي ممكن أو التي أعتقد تمارس على الأردن لا تخرج عن الضغوط المتعلقة بالإعلام، كما صرح عن ذلك السفير الأمريكي. هذا يختلف عن موقف الدول الثلاثة التي تشترك في أن هذه الدول الثلاثة هي دول منتجة للنفط والغاز بنسب كبيرة، وخاصة الكيان الصهيوني الآن بدأ إنتاجه من الغاز يتجاوز على ما أعتقد 100 مليون متر مكعب، وبالتالي بدأ مصدرا هاما للغاز. ايضا مصر في هذا الجانب، واعتقد ان هذا الاجتماع ايضا له علاقه بترتيب صفقات بمعنى تصدير الغاز الصهيوني طبعا المسروق من الارض الفلسطينيه عبر مصر الى الدول العربيه، الى 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 الاردن، الى حتى الى لبنان، حتى الى وبالتالي اذا رجعنا وربطناها بالمساله الدوليه، مساله الحرب القائمه، فربما يكون هنالك محاوله لجر الغاز عبر تركيا، ولا ننسى ايضا زياره اردوغان الى الامارات. طيب، هل تم التواصل مع الجانب الاردني في هذا الاطار سيد رائد؟ لا أعتقد، لأن الأردن لا دور له في مسألة النفط، يعني الأردن ليس منتجا للنفط وليس مسهلا استراتيجيا إذا بدنا نأخذ سياسي يعني جغرافيا. طيب، لا أعتقد أن له دور هام، إلا إذا طبعا هنالك مشاريع أخرى لها علاقة مثلا باستخدام الكيان الصهيوني كمركز للتوزيع، ولكن أيضا هذا له أيضا معيقات ذاتها التي تمنع تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا بتكلفة بسيطة وسهولة. لذلك ربما يكون الطريقة الأمثل حاليا اللي موجودة، نعم، اللي هي عبر تركيا. أعتقد إذا بده يكون حل قريب أو ضغط على روسيا يكون عبر تركيا، طبعا من خلال الدول الثلاثة التي ذكرتها، الكيان الصهيوني ومصر والإمارات. طيب، أما الأردن لا أعتقد أنه يخرج أن يكون له دور هام في هذه المسألة. طيب سيد رائد، نبقى في إطار أيضا الموقف الأردني من التطورات الحالية، خاصة حول ما يجري في أوكرانيا. كان هناك محاولة للأردن أن يكون موقفه
متوازنا حيال ما يجري، والكل يدرك أنه إذا كان طرفا في هذه الأزمة في أوكرانيا ما هي التبعات التي يمكن أن يواجهها. معروف برأيك، هل ستحافظ عمان على هذا الموقف؟ ومن المعروف أن هناك يعني علاقة جيدة بين الناتو والأردن وتعززت منذ العام 2018، وهو يعني حليف رئيسي للناتو، أليس كذلك؟ صحيح صحيح، لكن 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 هذا يعيدنا، لكن هذا يعيدنا الى الدور الحقيقي، يعني دور او ماذا يمكن ان تفعل الاردن او بماذا يمكن ان تقوم الاردن. اولا اعتقد انه الاردن نعم سيبقى في يعني سيبقى في موقع في الموقع المتوازن اتجاه الأزمة الروسية، لأنه يعني لا ننسى بأن الأردن تربط علاقات جيدة مع روسيا، وهنالك أيضا ملفات مشتركة، يعني روسيا دولة كبيرة ولها ملفات مشتركة مع الأردن، لها علاقة بترتيبات في سوريا ولها علاقة بترتيبات الجنوب السوري، يعني هنالك ملفات مشتركة تعمل يعني لا يكون للأردن دور محتمل في مسألة تحشيد الغرب ضد روسيا. البعض كان قد رأى في زيارة الملك منذ الأسبوع تقريبا إلى ألمانيا والنرويج أنها ربما تأتي في هذا الإطار. أمريكا بحاجة إلى أن تحشد الدول التي تؤثر عمليا في العقوبات على روسيا، يعني الدول التي تستورد عمليا من روسيا وبالتالي هي معنية بالضغط الاقتصادي. الأردن يعني بعيد تماما عن هذه المسألة، لأن الأردن لا يستورد النفط من روسيا، ولا يعني حتى التبادل، ميزان التبادل التجاري هو بسيط جدا ولا يرتقي إلى مستوى التأثير على 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 روسيا. لذلك أمريكا معنية كانت مثلا بالهند أكثر، لأنه الهند مثلا هنالك تبادل تجاري هام، معنية بالصين، معنية بالدول الكبيرة، معنية بجنوب بدول أمريكا اللاتينية، معنية بالباكستان. لكن الدول مثل الأردن التي يعني ليس بينها وبين روسيا علاقات، يعني سيد رائد سيبقى الموقف الأردني متوازنا حيال ما يجري في أوكرانيا؟ أعتقد نعم في هذا الجانب، إذا بقيت الاصطفافات اقتصادية. طيب. لكن إذا تحولت الأمور إلى قضايا أخرى، ويعني إذا تدحرجت الكرة وكبرت، يعني هنالك أعتقد لا، يعني لن يقف أحد صحيح وقت بتوازن. طيب ننتقل الآن إلى فقرة جديد اليوم. في جديد اليوم، تحذير منظمة Save the Children أو أنقذ الأطفال من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا حيث تقطن عائلات مقاتلي تنظيم داعش قد يبقون عالقين لثلاثين عاما هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم. المنظمة قالت في بيان أن 18,000 طفل عراقي و 7,300 آخرين من 60 دولة عالقون اليوم في مخيمي الهول وروجا في محافظة الحسكة. مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة لفتت إلى أنه كلما طالت مدة بقاء الأطفال في المخيمين زادت المخاطر التي يواجهونها. سيد رائد، برأيك من هو المسؤول عن بطء عمليات استعادة هؤلاء الأطفال المحتجزين من بلدانهم؟ المنظمة تقول أنهم قد يبقون عالقين هناك لمدة 30 عاما. يعني طبعا الحديث عن الاطفال، اطفال المجموعات الارهابيه، يعني الاطفال الذين يعني البقوا. نعم. يعني اذا فهمت السؤال صحيح، صحيح اذا صحيح. هذا القصد طبعا، وهذا يعني هذا ملف خطير بصراحه، ويعني بالفعل يعني لا يعني لا اعتقد انه سيحل بالوقت حتى الطويل، لانه بالفعل هو قضيه خطيره وملف خطير، لانه هؤلاء الاطفال هنالك تخوف. نعم. يعني تخوف حقيقي منهم، خاصه بانهم ما زالوا في مجموعات اسريه، يعني ما زالوا مع امهاتهم، وبالتالي يعني ما زالوا يتلقون يعني الخطر ما زال قائما وما زالوا يتلقون نفس التربية ونفس، فبالتالي يعني طيب. يعني طبعا هنالك خطورة من يعني من استقبالهم، واعتقد انه يعني هذا لن يحل بوقت منظور ابدا، وسيبقوا في هذه المخيبات الى ان يتخذ قرار عالمي. يعني هذا ملف شائك وصعب جدا.
سيدة رائد تفضل بالبقاء معنا لو سمحت، لأن نبقى مع فاصل ونتابع الحبر الجديد. أهلا بكم من جديد، لأن نبقى مع جولة على صفحات الميادين، نبدأها من موقع الميادين باللغة الإنجليزية، حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. وفي صفحة السياسة، لم تعد الجرائم الإسرائيلية تمر مرور الكرام، تقرير لآية يوسف حول كيفية تمكن الفلسطينيين من جعل المشاهد البسيطة في فلسطين وفي خارجها تنتشر على نطاق واسع بالرغم من الرقابة المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وحجب الصفحات وحسابات الناشطين من جانب شركات التكنولوجيا. وفي صفحة المقالات، مقال للكاتب الأسترالي صامويل جيدس حول كارثة التعداد السكاني. وفي صفحة إنفوغراف، يشكك الديمقراطيون في قابلية المرشحين ذوي البشرة السمراء في الفوز بالانتخابات، وذلك على الرغم من اعتمادهم الكبير على الناخبين من هؤلاء. وفي صفحة الفيديوهات، وراء قضبان السجن زواج مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وخطيبته. وفي موقع الميادين إسبانول، نقرأ بالإسبانية آخر أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. وفي الموقع نقرأ تمديد حالة الاستثناء في شمال تشيلي بسبب أزمة الهجرة، وهو إجراء يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في المهمات الأمنية. التنديد بتزايد العنف ضد السكان الأصليين في البرازيل، والكلام للأمين التنفيذي لمجلس السكان الأصليين أنطونيو إدواردو دي أوليفيرا في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفي المقالات، يكتب خورخي الباو ما تحت عنوان معلومات كاذبة، صور وفيديوهات مضللة ورقابة في خدمة الناتو. وفي الفيديوهات، البيروقراطية الأمريكية تفضل أوكرانيا على أمريكا الوسطى، حيث أعرب رئيس المكسيك عن أسفه للمعاملة غير المتساوية للولايات المتحدة تجاه أزمات أوكرانيا وأمريكا الوسطى. ونختم مع موقع الميادين باللغة العربية، وفيه مواكبة للحدث الفلسطيني ولقضية الأسرى ولآخر تطورات على صعيد الأحداث المرتبطة بأوكرانيا. وفي المقالات، كتب وسام أبو شمالة عن دلالات عملية بئر السبع التي تعيد رسم ملامح الصراع مع العدو على الأرض الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط الساحات وتعدد جبهات المواجهة. وفي صفحة الرياضة، الاتحادان الروسي والتركي تقدمان بطلب من أجل استضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2028. وفي الثقافة، لماذا قد يقتل الشعر صاحبه؟ الإجابة في هذا التقرير لعلاء زريفة. وفي صفحة الفيديوهات، على وقع رقص إيلون ماسك وبحضور المستشار الألماني أولاف شولتز، تسلا تفتتح مصنعا للسيارات الكهربائية قرب العاصمة برلين. وفي الميادين نت، كتب عماد الحطبة، هل ينهار الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية؟ نتابع. هل ينهار الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية؟ عماد الحطبة، الميادين نت. يحاول الإعلام الغربي تصوير العقوبات الاقتصادية كأنها الرد الكفيل بدفع روسيا إلى التراجع عن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأن الأمور قد تصل إلى سقوط الرئيس بوتين نفسه. رغم كل هذه العقوبات، فإن أكثر التوقعات تشاؤماً تقدر أن العقوبات ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة تتراوح بين 5% و6%. في السياحة، توجد دولتان أوروبيتان، إسبانيا 700,000 سائح وإيطاليا 579,000 سائح، من بين أكثر 10 دول يقصدها السياح الروس، كما أن 10 دول أوروبية تقع بين أكثر 25 جهة يقصدها الروس باستخدام الطيران. انعكست الأزمة على أسعار أسهم شركات الطيران الأوروبية التي انخفضت بنسبة تراوح بين 5% و8%.
سوف يمتد أثر الأزمة إلى القطاعات الغذائية ولا سيما صناعة اللحوم والألبان، والتي تشكل الغذاء الرئيسي في بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا، وبسبب نقص توريد الذرة الأوكرانية التي يذهب 80% منها لأعلاف الحيوانات، ونقص القمح والأسمدة الآتية من روسيا، من المتوقع أن ترتفع أسعار هذه المواد بشكل متصاعد مع استمرار الأزمة. يضاف إلى كل ما سبق خسارة المئات من الشركات المتعددة الجنسيات أعمالها وأسواقها في روسيا وأوكرانيا، وهو ما سبب خسائر بعشرات المليارات لهذه الشركات. رسخت روسيا علاقاتها التجارية مع الصين ومع الهند وباكستان وإيران بشكل يسمح بإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها. لن تكون العقوبات من دون أثر على روسيا، لكنها أقدر من أوروبا على تحمل تبعاتها، وقد تضطر إلى مغادرة الموقف الأمريكي البريطاني والسعي إلى هدنة اقتصادية مع روسيا، بغض النظر عن مسارات العملية العسكرية ومآلاتها في أوكرانيا. نعود إلى ضيفنا الكاتب والباحث في الشؤون السياسية من عمان رائد العزام. سيد رائد، هل بدأت برأيك الدول الأوروبية تستوعب الفكرة بأن خسائرها ربما تفوق خسائر روسيا بعد العقوبات التي تم فرضها على موسكو، خاصة أن الروس تعودوا وتأقلموا مع العقوبات خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن الأوروبيين لم يعتادوا على هذا الواقع الذي يواجهونه اليوم؟ صحيح، يعني أتفق مع ما جاء في مقال دكتورنا وصديقنا الحطبة. نعم، يعني الغرب سيعاني ربما أكثر من روسيا، ويعني كما أشرنا قبل قليل لأنه الاقتصاد الروسي الأوروبي اقتصاد معقد ومتداخل، وبالتالي يصعب استخدام مثل هذه النماذج في فرض العقوبات. أيضا روسيا في مرحلة حرب، وهذا يعني بأنها طبعا في حرب للدفاع عن وجودها، فهذا يعني أنها ستكون قادرة على أن تحتمل التبعات لمرحلة زمنية طويلة أكثر من الدول الغربية. أيضا نحن نتحدث عن دولة قوية، وبالتالي ما زالت تملك الكثير من الأوراق التي إلى الآن لم تطرح، وليس 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 مثلا يعني أقلها التجارة، تجارة السلاح الذكي والفتاك اللي الذي يعني ورقة السلاح مع روسيا. أيضا لروسيا كما أشار الدكتور عماد، لروسيا أيضا حلفاء أقوياء، ويعني أقوياء اقتصاديا أيضا، يعني كما في الصين. ونتذكر جيدا الاتفاقية التي حصلت قبل وقت قصير، اتفاقية الغاز مع الصين، أعتقد في حدود 400 مليار، ودفعت الصين جزء منها مقدما، وأعتقد بأن هذا الجزء الذي دفع هو دفع لسد تكاليف. طيب سيد رائد، باختصار لو سمحت، هل بعد انكشاف الحقيقة بأن لا بديل عن الغاز الروسي على الأقل في هذه المرحلة، سنشهد ربما انعطافة إذا صح التعبير أو ابتعاد قليلا عن الموقف الأمريكي البريطاني تجاه روسيا؟ هذا رهين المدة الزمنية، يعني بمعنى إذا يعني كم ستستمر هذه الحرب؟ نعم. كم ستستطيع أمريكا أن تقف حائلا دون اتفاق سلام مع أوكرانيا؟ طيب. يعني وبناء على ذلك، نعم، يعني هنالك أعتقد يعني خيارات كثيرة أمام طيب. الغرب. سيد رائد، وأعتقد أن هنالك قد يكون حراكا شعبيا يعني في الغرب، بعد أن يبدأ الأوروبيين في الشعور بالأزمة الحقيقية والأزمة الاقتصادية. طيب. اسمح لي الآن أن ننتقل إلى الزميل علي حموش المنتج في موقع الميادين باللغة الإنجليزية، ونبقى معه في جولة على أبرز المواضيع على صفحات التواصل الاجتماعي. علي مرحبا، تفضل. مرحبا أحمد ولضيفك الكريم.
البداية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن منذ قليل مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الصغيري بأن الأسرى ماضون في إضرابهم عن الطعام إذا ما رفض الاحتلال أن ينفذ مطالبهم، إذ لاحظوا أن الاحتلال يلتف على مطالبهم بشكل مستمر. وقد أكد صغيري للميادين بأنه إذا لم ينفذ الاحتلال المطالب فإن قرابة 1200 أسير سيدخلون غدا في الإضراب عن الطعام قبل أيام من قليلة من شهر رمضان، وهذه خطوة كبيرة للأسرى، ولا سيما أن الاحتلال بدأ بتشديد إجراءاته بحق الأسرى بشكل ظالم منذ عملية نفق الحرية. أما أصداء ممارسات الاحتلال الظالمة بحق الشعب الفلسطيني فهي تمتد، إذ أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أصدر تقريرا للجنة حقوق الإنسان مفادها بأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي ممارسات فصل عنصري أو أبارثايد. وبهذا ينضم مايكل لينك والأمم المتحدة إلى قافلة المؤسسات والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان التي وصفت ممارسات إسرائيل بأنها ممارسات فصل عنصري، منها أمنستي مؤخرا، ومنذ أيام قليلة هارفارد لو سكول أو مدرسة هارفارد القانونية. أما عالميا فتتراجع شعبية الكيان الإسرائيلي، ولا سيما في الولايات المتحدة الداعم الأول للكيان في المنطقة، إذ إن 77% من الجمهوريين يتعاطفون الآن مع الإسرائيليين مقابل 13% يتعاطفون مع الفلسطينيين، 54% من المستقلين يتعاطفون مع الاحتلال بينما 26% يتعاطفون مع الفلسطينيين، أما الديمقراطيون وهنا الفارق الأكبر ف 40% منهم يتعاطفون مع الكيان و 38% منهم يتعاطفون مع الفلسطينيين، وهذا رقم يغير نوعا ما المعادلة، ولا سيما أن الديمقراطيين هم من في الحكم الآن وهم من يشرعون ويطبقون القوانين، ولا سيما في موضوع الدعم الإسرائيلي. أما على صعيد الرياضة فهيكتور بيلرين لاعب كرة القدم الإسباني فعلق على ازدواجية معايير الغربية في مقاربة موضوع أوكرانيا، حيث قال إنه من الغريب والمعقد أن نرى أننا جميعا مهتمون في الحرب في أوكرانيا أكثر من غيرها، الحرب على فلسطين تم إسكاتها بشكل تام، كما الأمر بالنسبة لليمن والعراق، روسيا سيتم إقصاؤها من كأس العالم بسبب مزاعم الحرب، بينما هناك دول عديدة كانت تقوم بذلك على مدى سنوات بالإشارة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة طبعا ودول التحالف في حربهم على اليمن. أما في كاريكاتير على سي جي تي أن فنقد لازدواجية المعايير في تعاطي الغرب ولا سيما الولايات المتحدة مع الشعوب وتغطية الحروب. فالكاريكاتير يظهر العم سام أو الولايات المتحدة يقول أو يوعد العالم كونوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وهو محاط بحروبه في فيتنام، كوريا، العراق وأفغانستان. فيسأله مراقب ولكن ما هو الصحيح؟ فترد أمريكا الصحيح هو القوة، أي بالإشارة إلى استخدام القوة العسكرية لتنفيذ أجنداتها. شكرا جزيلا لك الزميل علي حموش المنتج في الميادين نتس بالإنجليزية على هذه الجولة. نعود إلى ضيفنا سيد رائد العزام، تعليق سريع لو سمحت على بعض ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بفلسطين والقضية الفلسطينية، من إضراب الأسرى على المفتوح عن الطعام المقرر يوم غد إلى ما ورد حول ازدواجية المعايير الغربية. أولا الفلسطينيون يعني علموا العالم معنى النضال الحقيقي من خلال هذا النوع من النضال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، ودروس في الإرادة ودروس في استغلال أي إمكانية للنضال وأي إمكانية للمقاومة
حقيقة هذا نوع هام جدا يعني ابتدعه الفلسطينيون، وكلنا شاهدنا طبعا ليس المرة الأولى، هذه ليست المرة الأولى، يعني أمامنا كثير من 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 الحالات إلى مئات الأيام. نعم هنالك قرار لمئات من الفلسطينيين الأسرى الذين سيفوضون ابتداء من الجمعة القادمة هذا الخيار، طبعا بمطالب كبيرة وحقوق طبعا ضيقتها عليها الكيان الصهيوني خاصة بعد حادثة النفق، وبالتالي انتزعت كثير من الحقوق طبعا، منها الانفرادي، منها التفتيش المستمر، منها السيارة، يعني قضايا كثيرة. أما يعني فيما يتعلق بالمسألة القديمة الجديدة المتجددة، مسألة يعني الأمريكان والغرب والكيل بمكيالين، الحقيقة هنالك ليس ميزان عند الأمريكان والغربيين، يعني إلا أن هنالك هي أداة واحدة لوزن القضايا التي تتعلق بهذه من فلسطين إلى العراق. يعني فجأة صرنا نرى ونسمع هذا المنسوب الكبير من الإنسانية، الانسياب الكبير. طيب واضح سيد رائد، سيد إنساني من القتل ذاتهم. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في الشؤون السياسية رائد العزام على المشاركة معنا في هذه الحلقة، كنت معنا من عمان، والشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى.